يسألنا أسئلة في العقيدة فضيلة الشيخ، ويقول عن الرأي الصحيح في مذهب أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه صحيح وثابت، أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وتواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اعتقاده والإيمان به لأنه من الإيمان باليوم الآخر. نعم.